ما شاء الله تبارك الله، شايفين أكلة البراني شي بتشهي ما شاء الله، جربوها ما بتندم، أكلة طيبة ولذيذة ما شاء الله عليها. يسعد لي أوقاتكم، متابعيني يعطيكم الصحة والعافية وين ما كنت موجودين، الله يسعد لي أوقاتكم يا رب. اليوم طريقة البوراني، طبعا البوراني يعني البقلة أو الرجلة، معي 5 باقات بقلة غسلتهم وفرمته، وعندي كزبرة، عندي كزبرة راس توم فرمته ولحمة وملح وفلفل، و5 باقات غسلتهم وفرمتهم البقلة أو الرجلة واللولا. هلا انا بدي طبعا احط معلقه سمنه، هلا بدي احط اللحمه طبعا على الغاز. لحمه طبعا قد ما بتطلب بتحطوا لحمه، انا 5 باقات يعني تقريبا بتطلع الصحن عندي. اكله طيبه ومفيده مثل البوراني، اكله البوراني كثير طيبه، البقله مفيدة للجسم، تمنع الكوليسترول، تمنع طبعا السرطانات الله يبعد عنا يا رب، كثير كثير مفيدة، فيها كالسيوم، البقلة كثير كثير مفيدة للجسم. طبعا أنا حطيت معلقة سمنة وهلا عم قلي اللحمة. أكلة طيبة ولذيذة وسهلة، 10 دقايق ربع ساعة بكون جاهزة للأكل. تقدر تفرموا لحمة ناعمة راس العصفور، إذا تحبوا 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 كنت بحبها لحمة كمان. طريقتها مثل الصبانك، كيف طريقة الصبانك اللي بتنطبخ؟ تقلي اللحمة مع الثوم والكزبرة وتحط الصواني بنفس الطريقة. طبعا بيحطوا ملح وفلفل، نص معلقة ملح، معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل. طبعا انا فارمي راسكم فرم، خليها مع بعطيها نكهة طيبة كمان، حبة ثوم هاي الأكلة كمان. طبعا هاي الأكلات كلها أكلات تراثية بس أهل الشام اللي بيعرفوا فيها، طبعا كل شي ببلاد الشام بحبوا يطبخوا هالبقلة أو الرجلة، بحبوها كل شي ببلاد الشام. طبعا هلا بدي أحط الكزبرة كمان، قلي الكزبرة تعطيهم الروايح، أحلى روايح الثوم مع الكزبرة واللحمة، تعطيها نكهة طيبة ما شاء الله تبارك الله. بسم الله نحط البقلة بهالطريقة، طبعا غسلينها منيح، هاي بدها تصير 5 6 اكمام يعني تغسلوها منيح لأنه بتحشى فيها رمل وأطربة. هي هلا بتنزل مي، هي ما بدها مي، هي بتنزل مي. أكلة سهلة ولذيذة، طبعا هي مثل اللي بيحطوا الفتوش، الفتوش بتقطوها بالورقة، ما هي بتنفرم فرم بالطبخ،
دغري بتستوي من الهبال. شايفين؟ لا تنزل. شوفوا شلون نزلت الماي، نزلت ماي. هلا شايفين دول بيطلعوا صحن تقريبا. بيفشوا. طبعا بنغطيها ونتركها شغلت 10 دقائق. صارت الأكلة تبعنا ما شاء الله صارت جاهزة. شايفين؟ بدي أرجع أحط لها شوية كزبرة وطيبها الكزبرة، أنا بحب الكزبرة والثوم كثير. برجع أحط لها شوية ثوم كمان، أحركها شوي وأطفي الغاز. شايفين شكل الماء تبعها؟ الأكلة تبعنا ربع ساعة تمام. طيبة لذيذة ما شاء الله عليها تبارك الله. الحط في الغاز خلاص جاهزة صارت. رح اسكبها. ما شاء الله تبارك الله. شايفين أكلة طيبة ولذيذة. شو بتشحي ما شاء الله عليها. شايفين هلا ما شاء الله عليها تبارك الله. رجع لها أحلاها ما شاء الله تبارك الله. أكلة طيبة ولذيذة أكلة البوراني. أكلة طيبة سهلة ولذيذة ما شاء الله تبارك الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة. يعطيكم الصحة والعافية. والعافية علينا وعليكم يا رب.